في موضوع غثيث بخصوص لما يجي شخص يقعد لك ورا التاور فيكون صعب تأشر عليه. ما عندك وقت، ما عندك وقت في حل المشكلة يا هذا. هذه في حاجة في الجيم اسمها تارجت شامبيونز اونلي حبيبي، وموجود عندي في الفيديو حق تعلم الكايت. Let me show you. مرة بسيطة وسهلة وما تاخذ منك اي حاجة. فهذه جدا سهلة وجدا بسيطة، واحدة من الحاجات اللي مرة سهلة في الجيم اللي ممكن يعني ما يحتاج حتى تتعلم عليها لانه جدا سهلة يعني. بس لو انت يعني صرفت وقت ولا جهد شوية في انك تحاول تتعلم الشغلات هذه او تشوف الشغلات هذه موجودة في الجيم، فلقيتها نحط واحد هنا ورا صح؟ بتقول انا لما اضغط عليه اضغط على التاور صح؟ في زر يخليك لو ضغط على التاور هو شايف طالع في السهم حقي دحين. السهم كيف شار لونه احمر، احمر في النص كده ابيض. لما اضغط على الزر هذا يصير احمر. لما احمر اضغط على اي حاجة او حتى منينز ما يضغط عليهم، بس يضغط على الشامبيونز. فهمني؟ هذا موجود عندك في الهوت كيس، اوريدي موجود عندك في 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 ابيليتيز اند سمر سبيلز. فين محطوط؟ يشتغل على المونستر؟ لا ما يشتغل على المونستر، ما يشتغل الا على الشامبيونز فقط. اسمه تارجت شامبيونز اونلي. هنا اسمه تارجت شامبيونز اونلي. هذا محطوط على تلدة على حرف الذال، انا حاطه في سبيس عندي. لما اضغط في سبيس اهو ما اقدر اضغط على اي حاجه، فاهمني؟ وطبعا في طريق، في حاجه ثانيه ممكن تسويه توجل. توجل ايش يعني؟ يعني لو ضغط مسافة هو اشتغل يجلس شغال، اضغط مسافة تانية يطفي. انا احب انه امسك على مسافة، انا ما احب اضغط وافك لانه سويتها اضيع احيانا اجيب العيد. فكل واحد له طريقة. في اكثر الناس يحبوه تقول ايش يعني؟ تقول يعني تضغط ضغطة على المسافة يمسك، تسيبها ما تضغط ضغطة مرة ثانية يشيل، او مو المسافة يعني انت اختار الزر اللي تبغاه. انا احب المسافة لاني ما استخدم المسافة. في ناس يستخدم المسافة عشان ينصف ال هذا، أنا ما أستخدمها. فالمسافة كان عندي فاضي، بالنسبة لي توجل شامبيونز أونلي قريب مرة سهل. ها؟ فزي كذا أجي أهو ضربته على طول، بسيطة ما أغلب لأن ضاغط المسافة جيني هو عادي. أوكي أفا. عنده إيه؟ لا هذا هنا انا ما خاف ترى. اي شيء اضرب خشوا يا خشوا خشوا دي شو اوكي والله زهرة شغال. خش خش
اي حاجه سواء تقوم تموت. كم من دايموند انت طالع؟ حاجة ثانية كثير ما يعرفوها هذا جوا هنا الحين في جوا حاجة محطوطة صح؟ انت لو انت ماشي برايت كليك زي كذا بعدين تشوفه تضربه يمكن واذا هو طلع على برا يمشي ما حتضربه فوين يو جو انت سوي اتاك موف تضرب طبعا الزبال هذا ما نبغى المنيان من يوم ما دخل شافه ضرب على طول اوكي عشان سويت اتاك موف وانا داخل دائما وانت داخل على بوش دائما ادخل باتاك موف كمان اوكي لا تدخل مشي فالشغلات الصغيره هذه انت ما تسويها والهاي ايرورز كلهم يسووها وانت تحس بنفسك كويس وانت فاهم الدنيا كلها وانت ما انت فاهم ربي فين حاطك اوكي فهذه باي ديفينيشن تلاقي ناس الكويسين انتوا ايش يصير وانت داخل على البوش هو راح خرج راح على البوش الثاني هنا تجي تأشر عليه رايت كليك تضربه ما تلحق تضربه اوكي what you do is you simply do attack on move سيب الماوس اهو يضرب على طول لو خرج يكمل ضرب فيه نفس الشيء هنا على طول يضربه فهذه get learn the habit of doing it الشيء الثاني target attack move on cursor خليه شغال في فرق بين attack move و attack move on cursor يا اخواني اتاك موف من دون هذا ما يكون شغال اللي هو اتاك موف هذا ايش يسوي ضربت اتاك موف يضرب اقرب واحد تمام يعني انت هنا ضربت اتاك موف تحتك يضرب اقرب واحد اتاك موف اون كيرسر يضرب اقرب واحد للكيرسر حقك فاهم يضرب اقرب واحد لي فهذا افضل مره كثير انه يكون شغال عشان يضرب الاقرب للكيرسر فاهمين مش الاقرب مني الاقرب للكيرسر استخدم المسافه للاتاك موف رايت انا استخدم الاي اي احد يلعب اللعبه يا شباب نصيحه يعني الشغلات هذه كلها موجوده في 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 يوتيوب سوي بحث ايش السيتنجز اللي لازم اسويها في الجيم عشان ارتاح وتعلم على السيتنجز اللي موجوده والخيارات بدل ما تخش وانت كده اعمى وانت ما انت داري ايش اللعبه فيها اللعبه هذه ما هي سهله اللعبه هذه صعبه وهذا حاجه من الحاجات اللي حلوه فيها بس في حاجات كثير وانا ضاغط مسافه ما اقدر اضرب المونستر اقدر اوصل هنا بسهوله يعني شوف هذه بالذات هنا وانت جاي يعني بالذات الناس اللي تبغى تعدي شت كده فهنا ابغى اوصل على هنا اجي من ورا اقدر اضغط هنا اقدر اسوي بعدين واتيفر اللي ابغى اسويه عشان اعدي لو ماني ضاغط المسافه او لو ماني ضاغط التارجت شامبيونز اللي ما كان اقدر اسوي زي كده فاهم حتى هذا از جنجلر تنفعك
رجع 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 You are